الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم استعمال زيت الحشيش المستخرج من الحشيش المخدر، علما أنه يستخدم لإطالة الشعر وتنعيمه ومنع تساقطه؟ الحمد لله. المسمى الزيت المسمى بزيت الحشيش، إذا كان المقصود بالحشيش تلك الحشيشة التي يستخدمها أهل المخدرات، فإنه لا يجوز استعماله لأنه نوع مخدر وخمر حينئذ. والخمرة والمخدرات لا يجوز استعمالها على أي صفة كانت، حتى ولو كانت دهنا أو صبغا في طعام أو نحوها، يعني لا يجوز لا أكلا ولا شربا ولا استعاطا ولا ادهانا. فالخمرة ملعونة على جميع وجوهها ومحرم استعمالها على جميع وجوهها، هذا إذا كان المقصود بالحشيش هو الحشيش المعروف الذي يستعملونه في سجائر التدخين. فإذا كان هذا هو المقصود فالزيت المستخرج من هذه النبتة زيت يدخل في مسمى الخمر ويدخل في مسمى المخدر، فلا يجوز استعماله حينئذ. ولكن لا أظن هذا هو المقصود، أو يكون هو المقصود ببعض الأنواع الموجودة والتي تمنع الدولة بيعها. وأما زيت الحشيش الذي أعرفه فإنما هو زيت حشيشة أخرى لا تستخدم للمخدر، وإنما اتفقت الأسماء فقط. ومن المعلوم أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الأحكام، فيجوز استعمال زيت الحشيش إذا كان من حشيشة لا تتخذ مخدرا. إذا كانت تلك الحشيشة لا تتخذ على أنها مخدر فإنه يجوز استعمال حشيشها، وأما الحشيشة التي تتخذ مخدرا لا يجوز استعمال حشيشها مطلقا، والله أعلم.